ودائما في مدينة النعمة، حيث أشرف وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي رفقة وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ووزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة ظهر اليوم في ثانوية النعمة واحد على إطلاق برنامج لتقديم دروس تقوية موجهة لتلاميذ المراحل الدراسية النهائية، والتي استفاد منها أكثر من 6000 تلميذ على مستوى الولاية. كما تم تقديم بعض المنح المخصصة للبنات من مختلف المراحل الدراسية مقدمة من قبل مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل السويد. وشمل الإشراف إطلاق الدروس المقدمة عن بعد، والتي تشكل أول تجربة من نوعها في هذا المجال، إضافة إلى إطلاق قوافل للتحسيس بمضامين القانون التوجيهي ومفهوم مدرسة الجمهورية وتسيير قوافل جابت الولايات المستهدفة. وقد ضمت هذه القوافل خيرة المدرسين الذين قدموا دروس تقوية للتلاميذ المقبلين على مسابقة دخول المرحلة الإعدادية ومسابقة شهادة ختم الدروس الإعدادية ومسابقة الثانوية العامة. وتجول الوزير والوفد المرافق له داخل قاعات الثانوية واطلع على سير العملية التربوية فيها. وأكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي أن الدروس تهدف إلى دعم التلاميذ وإرساء قواعد المدرسة الجمهورية. القطاعي في تقديم نموذج تربوي متميز مجسدا في المدرسة الجمهورية ساهم بشكل كبير في استعادة الثقة في منظومتنا التربوية، كما ولد تحديات إضافية للقطاع تتعلق بالبنى التحتية وبمتطلبات جودة التعليم. وفي هذا الإطار تم إنشاء صندوق بتمويل قدره 20 مليار أوقية موجه لتوفير البنايات المدرسية والتجهيزات، فيما عرفت رواتب وعلاوات المدرسين زيادات معتبرة وغير مسبوقة. أيها السادة، رصد القطاع ضعفا كبيرا في نسب النجاح في الامتحانات والمسابقات الوطنية بالنسبة لبعض الولايات من بينها ولاية الحوض الشرقي، واستدعى ذلك رسم خطة مستعجلة للتعاطي مع هذا الواقع مركزة على ولاية الحوض الشرقي.